كتشوفوا البنات كيف تيجيو. بحال دايره العجينه المورقه صراحه كيجيو غزالين. السلام عليكم، وسعد الله اوقاتكم بكل خير، ومرحبا بكم مره اخرى في قناه عالم شهي. اليوم جيت وجبت لكم معايا مسيمنه ديال الفران او الرغيفه ديال الفران بالتفاح، كيجيو رائعين وبحال خدمتهم بالعجين المورق، مورقين بزاف. وكالعاده ما نطولش عليكم، يلا ونشوفوا المقادير وطريقه التحضير. اذا بالنسبه للعجين غنحتاج 500 غرام ديال الدقيق الخاص بالحلويات بطبيعه الحال، 7 غرام ديال الخميره الكيماويه، غنحتاج معلقه صغيره ديال السكر سنيده، 2 معالق كبار ديال الزيت، ربع ملعقه صغيره ديال الملحه، والخليط ديال التوراق غنحتاج الزبده والزيت والنشا. بالنسبه للحشو غنحتاج 4 ديال التفاحات، ساشي ديال سكر فانيلا، 2 معالق كبار ديال السكر، معلقه كبيره ديال الزبده، القليل من القرفه، ومعلقه كبيره ديال الكراميل. بالنسبه اللي ما عندوش كراميل ممكن يعوضوا بالمربى، ما كاين حتى شي مشكل. ونسيت ما قلت لكم القليل من الجوز. اذا بسم الله على بركه الله، اول حاجه غادي نبدا غنصاوب العجين. عجين الرغيف انا درت الدقيق والسكر الملحه والزيت والخميره الكيماويه او الخماره ديال الحلوه، وغادي ندير القليل من الماء ونعجن. الماء البنات عينكم ميزانكم، المهم ما خصش العجين يجيكم مطلوق اكثر من القياس، بغينا العجين يجي شويه واقف باش كتسهل علينا الخدمه ملي كنكونوا كنورقوا في الرغيف، ما كتجيش العجينه جاريه. صافي ملي تدلكات مزيان غادي نغطيها ونخليها ترتاح. دابا غادي ندوز باش نصاوب الحشوه ديال التفاح على نار وفي مقلاه. غادي ندير الزبده تذوب وغنزيد لها التفاح اللي نقيته وقطعته مربعات ولا مكعبات، غنزيد ليه السكر سكر الفانيلا ونحرك حتى يبدا يتكراميليزا. ودابا من بعد واحد المده غادي نزيد القرفه، واخر حاجه غنزيد هي الكراميل. كيف قلت لكم ممكن استخدام المربى، انا كنفضل الكراميل لانه كيتواتى بزاف مع الطعم ديال التفاح، وحتى المربى راه ما كاين حتى شي مشكل. صافي غادي نطفي البوطه وغنزيد الكركاع اللي حمرت والحشو واجد. من بعد ما ارتاحت لي العجين ديال المسمن درت منها خرجت منها 24 كويره صغيره، وغادي نغطيها ونخليها ترتاح. صافي من بعد ما تكون دازت المده اللي ارتاحت لي فيها العجين او اللي ارتاحت لي فيها الكويرات، ضروري تخليهم يرتاحوا باش كتسهل عليكم الخدمه. غادي نجيب الزيت، زفه صغيره ديال الزيت وزفه صغيره ديال الزبده مذوبه، غنخلطهم، هذا هو الخليط باش غادي نورق. وغادي نجيب كويره ونطلقها بحال بنطلق الرغيف العاديين، كنحاول ما امكن نطلقها تكون شفافه، ونرقها مزيان ونورقها بالخليط اولا نكب عليها الخليط، ونرش بالنشا ونحركو فوق منها هكا كيف كتشوفوا، وغادي نطويها على 4 بحال الرغيف المعروفين. وغنجيب الكره الثانيه غادي نورق ثاني بالخليط ديال الزبده والزيت، حاولوا ما امكن تورقوا بالزبده والزيت مزيان، وترشوا بالنشا، وغنخشي فيها المربع اللي صوبت الاول. بالنسبه للتقنيه اللي غنمشي بها دروك، كندير كل رغيفه فيها 3 ديال الكواري، يعني كنطلق الاولى وكنديرها كنربعها، ونطلق الكويره الثانيه ونخشي فيها الاولى
ونطلق الكويره الثالثه وندير وسط منها هذوك اللي صاوبت بجوج. يعني كيف قلت لكم كل رغيفه كندير فيها ثلاثه ديال الكويرات. كنستمر بحال هكا، غنعاود معكم واحده اخرى. كنطلق الكره كنرققها مزيان حتى تتولي شفافه، وكنكب من الخليط ديال الزبده والزيت، كنرش بالنشا وكنطويها. بالنسبه للبنات من نسيت ما قلت لكم باللي راه جبت واحد شويه ديال الزيت، هو اللي كيعاوني باش كنطلق الكواري. صافي دابا هاني طلقت الكره الثانيه، غندير فيها الخليط ديال التوريق وغنرش بالنشا وغندير فيها المربع اللي صاوبت. وغادي نطلق الكره الثالثه، وغادي ندير فيها دوك الجوج. ما نساوش التوريق بالزبده والزيت والنشا، وصافي هاني وصلت للكره الثالثه. غادي نحطها ونستمر حتى نكمل كاع الرغيف اللي عندي. ملي كنكمل كاع الرغيف تقريبا غادي يخرجوا ليا 8 ديال الرغيفات، كنغطيهم بفيلم غذائي ولا المهم كنغطيهم ونخليهم يرتاحوا واحد المده، وكنبدا كنطلق في كل وحده بحال كيف ما كتشوفوا، وكندير الوسط الحشوه وكنجمع ليها الجوانب بحال الظرف. غادي نعاود وحده اخرى، كنبسطها بايدي مزيان وكنعمر الوسط بالحشو ونجمع الجوانب، نحاول نضغط عليهم مزيان باش ما يتحلوش ليا في الفران، وغنستمر حتى نكمل كاع اللي عندي. ملي كنكمل الرغيفات كيف قلت لكم راه خرجوا ليا 8 ديال الرغايف، كنحاول نضغط لهم على الجوانب مزيان لاصقهم على بعضهم، وغادي ندهنهم بالبيض. والوسط غنحاول نضغط عليه بقرقاع ولا بالجوز، ممكن تضغطوا عليه باي حاجه لوزه ولا خوي كونفي ولا اللي عندكم. انا كنحاول نسد داك الوسط بالقرقاع. وصافي البنات ملي غنكمل غادي ندخلهم الفران اللي سخناه مسبقا، يعني فران سخون، وغنطيبوها على درجه حراره متوسطه حتى كتحمر ليا من التحت وكطيب من الداخل وكتحمر من الفوق. وهادو هما الرغايف من بعد ما خرجتهم من الفران وخداو ليا اللون الذهبي الزوين، صراحه الريحه طالعه منهم راه كتشهي. كنجيب وهما سخان شويه ديال العسل كنحاول ندهنهم من الفوق غير باش يعطوني ديك اللمعه. وهانتوما كتشوفوا البنات كيف تعجيو، بحال دايره العجينه المورقه، صراحه كيجيو غزالين. وصلنا لنهايه ديال الفيديو، كنتمنى الوصفه ديال اليوم تكون نالت اعجابكم، وما نحتاجش نوصلكم باش تجربوهم، شوفوا راه غير الشكل ديالهم يرد عليكم الخبر. الناس اللي غيشوفوا قناتي لاول مره ما تنساوش ديروا اشتراك ولايك وتبارطاجيوها مع صحابكم، ودمتم في رعايه الله، نشوفكم في فيديو مجيء ان شاء الله.